يا نشوى عملتي عمليه ايه؟ انا جيت اعمل عمليه هنا دلوقتي، في شفط وفي نحت وفي حاجات هنبقى. يا مساء السكر، يا مساء الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الرضا، يا صباح الجمال، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده احنا رايحه مشوار بعيد شويه، القاهره يعني، مشوار مهم جدا، كانت حاجه لازم اروح اعملها، ضروري 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 ضروري، فمحتاجه رايكم ومحتاجه تقولوا لي يا نشوى ايه، ظبطوا معايا يعني نشهر بعض في هذه الرحله ولازم نروح نعملها ضروري 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 ضروري. فيلا بينا نركب عربيتنا ونتكل على الله ونسمي بالله ونبدا رحلتنا للمشوار اللي احنا رايحينه. خمنوا بقى في الكومنتات انت رايحه فين، بصوا يعني خمنوا في الكومنتات وقولوا انت رايحه فين وانا معاكم. ماشي ماشي. القوت الفت قوت الفته بتاعتك دي يا نشوى، قوت الفته بتاعتك ده فين؟ ورسه بتاع كده، بصوا هي درس كده عليه بتاع كده عليه بتاع كده يعني، مش هحطه لكم في الفيديو. تعالوا بقى يلا بينا نخرج ونشوف اليوم بتاعنا عامل ازاي. تعالوا بقى نروح عند اكتر مكان ثقة واكتر مكان انا هرتاح فيه وعارفة ان كل مشاكلي هتتحل هنا. هو قريب جدا في القاهرة وانا سايبالكوا العنوان بتاعه ورقم التليفون، بس بصراحة عايزة اقول لكم الموضوع مش تافه ولا اي حاجة، كلنا بيبقى عندنا مشاكل مهمة جدا وبتأثر على نفسيتنا وعلى شكلنا، وانت قاعدة في بيتك وانت قاعدة قدام مرايتك مش عشان حد، عشان حتى نفسك. في حاجات كتيرة مهمة لازم نعالجها، وكمان صحتنا وحاجات كتير هي مأثرة عليا، فقلت اكتر مكان ثقة انا اروحه عند الدكتورة ندى. تعالوا نشوف انا عملنا عندها ايه. حبايب قلبي حبايب قلبي، بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه. اولا في المعاناه اللي احنا عشناها الفتره اللي حدت، في حاجات كتير ضاعت مننا وعندي مشاكل، بصوا قد كده دلوقتي الدكتوره هتطلع لكم فايل مشاكل قد كده. فطبعا انا عشان يعني لازم اروح لحد موثوق فيه ويعالج كميه الحاجات الجلديه ده تخصصات كتير. انا اقعد هنا اسبوع، هياخدوني هنا اسبوع يفحصوا فيا. فطبعا يعني ما لقيتش طبعا زي الدكتوره ندى بجد والله انا بجد. ففي شويه مشاكل شويه حبيتك بقى اشرحها. مشاكل كتير زي ايه؟ يا جماعه بتقول لكم الانيميا 7، انا اول ما سمعت 7 دي ما خلتنيش ما فهمتش في ايه. 7 وكنتي معانا على الارض مش موجوده يعني. يعني بجد يعني اهمال، لا يعني مش لدرجه الانيميا 7. ايوه ده اهم حاجه، اهم واخطر حاجه. طبعا الانيميا لما تبقى قليله هنخش في تساقط شعر شديد، هي بالفعل عندها لا مفيش، لا مفيش، هنخش في شحوب في الجلد ومشاكل في حتى في الاجهزه العضويه بتاعتنا. فنقصان الانيميا ده حاجه خطيره جدا. طب انت هتعملي معايا ايه النهارده؟ بصوا انا شو هنعمل ايه؟ ده غير بقى ان هي عندها مشاكل هرمونيه وعندنا شعر هنا مش طبيعي. انا يعني انا وشويه هبقى كده الشيخ نشوى. هنعمل بقى ليزر اه عشان نشيل الشعر ده، وهنبتدي نعمل شويه تحاليل وشويه فحوصات كده علشان نشوف مشكله الشعر ايه ونبتدي نعالجها. وكمان حاجه بقى مهمه، هي اصلا نشوى جايه لي عشان يا جماعه يعني هي خست، بس بقى في بقى شويه ترهلات وشويه حاجات ومحتاجات. بتقعدي تقولوا لي يا نشوى عملتي عمليه ايه؟ انا جيت اعمل عمليه هنا دلوقتي، في شفط وفي نحت وفي حاجات احنا هنبقى مانيكان، هنا هنبقى مانيكان، خدوا أيوة. بالكم يعني ركزوا بس في التفاصيل، اتفضلوا. فيعني محدش عايز يسالني يا نشوى انت عملت ايه؟ اه انا جبتها لكم بعد اذن حضرتك. انا جيت اه انا موجوده. ايوه وبعدين هي ما شاء الله كمان يعني طبعا انتوا عارفين اخر حاجه فكر فيها الفلوس، انا مش ماديه خالص يعني. هي عامله عروض خلتني اجي المشوار والله. انا يعني طبعا هي مش عامله عروض عشان حاجه، هي ما شاء الله ان شاء الله يعني عندها فرع واثنين وثلاثه، بس انا لقيتها عامله عروض على الفرع ده عشان لسه فاتحه جديد، فانا جيت جنبي بجد يعني مش ماديه، خدي بالك مش ماديه خالص، خالص صاحبه المكان يا ستي مش ماديه ايه بس. فيعني ما شاء الله عليك، فاحكي لهم التفاصيل عشان تكونوا فانزاتي بتوعي. فانزاتي بتوعي بقى لازم نفاجئهم، لازم نقول لهم ان احنا يوم الخميس الجاي ان شاء الله، اللي هو سوري يوم الجمعه اللي هو يوم 1/12 باذن الله، اليوم ده عشان بقى فانزات نشوى. ايوه عاملين كشف جلديه فري، كشف تخسيس فري، عاملين كمان كشف على الفيلر والبوتوكس فري، عاملين خصومات اكتر من 70%، يعني جلسه الفول بودي مع احدث جهاز. خلي بالكم احنا الحمد لله يعني احنا معروفين طبعا ونشتغل باحسن الاجهزه. والله يعني عايزه اقول لك حضرتك يعني انا سالت مش يعني طبعا يعني انا سالت كتير جدا، انا صرت بخاف قوي يعني ما سلمش نفسي لاي حد، خدي بالك. لا والله ما ما شاء الله ربنا وتشوف. لا لا ما شاء الله كفايه الاسم وكفايه السمعه اللي حضرتك عاملاها. فجلسه الفول بودي عليها اوفر بس يوم الجمعه بس ده يا جماعه، ولازم تقولوا ان انتوا تبع نشوى. جلسه الفول بودي ب 999 جنيه. عاملين كمان اوفر على تنظيف البشره. هي كام هي في العادي بكام؟ 3000.
انت عامله ده انت اقل من نص الجنيه. اه ما احنا عشان بقى نضحي عشان الاوبننج بقى بتاع الفرع الجديد. ايوه ما شاء الله ده دايما جوه. خلي بالكم ان الاوفرز دي متاحه في الفرع ده بس عشان ده الفرع الجديد اللي احنا عاملينه. طب العنوان لان خدوا بالكم انا ما بعرفش اقول العنوان لان مش من القاهره يعني. اه 47 شارع محمد فريد مصر الجديده قريب جدا من محطه الالف مسكن ومن الجسر السويس اللي جاي مثلا من هليوبلس. اه هنحط اللينكات. الكاتب ده عامله الاوفر ده يوم الجمعه. اه باذن الله يوم الجمعه الجايه. انا هروح حاجه الجمعه لان انا ما اعرفش ان في ببلاش. في حاجات ببلاش. ما حدش قال لي في ببلاش يوم الجمعه. لا يوم الجمعه في حاجات كتير ببلاش خلي بالك. في ايه تاني يعني ببلاش؟ يعني بص يا ستي في تنظيف بشره ببلاش، في هدايا، في هدايا مقدمه من شركات من براندات عالميه يعني زي ادراكتا، حاجات لعلاج الشعر وحاجات لعلاج الوش. في كمان هدايا مقدمه من تويست اند جو. تويست اند جو دول برضو براند بيعمل حاجات للتساقط، علاج للتساقط وحاجات، كل الحاجات دي فري. في جلسات تقشير فري وجلسات تنظيف بشره فري لان ده يعتبر اليوم الرسمي لافتتاح الفرع، فعشان كده احنا مدلعين الناس على الاخر بقى. ده غير الاوفرز، ده غير ان هيبقى معانا بلوجرز كتير. يعني يوم عظيم يا جماعه. لا 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 انا يوم الجمعه هنا. بص انا يوم الجمعه قاعده هنا معلش، ده كله فري. انا عايزاكم بقى تاخدوني من فوق تحت. انا هقوم انا قاعده معاكي. انت عاوزه بقى معانا النهارده صح؟ انا بقول انت كده محتاجه تقعدي معانا النهارده في الجمعه. لما عرفت شويه الحاجات دي انت مش هتروحي، انت بقى بتروحي تطلعي تفضلي على السرير، فاحنا هنطلع نعمل شويه حاجات هي قالت لكم عليها ونشوف مع بعض اللي هيحصل. انا اولا بشكرك ان انت سمحتي ان انت تطلعي معايا. لا طبعا بجد ده شرف ليا والله. تسلمي يا حبيبتي. تعالي نشوف الدكتور ندى هتعمل ايه. يلا بينا. بدانا اول فحوصات، ادعوا لي ربنا يستر. بس انا متفائله، انا متفائله الحمد لله. عملنا فحوصات هنا وطلعت النتيجه مش مبشره، بس يمكن اللي جاي يبقى مبشر. في حاجات كده هنظبطها يعني فاهمين انتوا، فاهمين انتوا عارفين احنا هنظبط ايه قبل وهنستنى نشوف ايه. بصوا اولا انا هقول لك على حاجه بس يعني ايه ما تزعليش، انا طبيعيه، انا تلقائيه قوي فالكلام بيطلع كده. فانا رحت للدكتوره عشان هنا في مشاكل كده، فقالت لي مش هينفع انها تاخدي 12 جلسه لمده سنه، وخلال السنه ممنوع تستخدمي اي حاجه خالص من الوسائل اللي هي ادوات الازاله. اه وانا ما اعرفش اقعد سنه من غير ده، فهي دي مشكلتي مع الليزر بصراحه. ده اللي انا رافضاه. بصي هي دي يعني الكلام اللي بيتقال لك ده كلام مش صح. لو انا بستخدم جهاز حديث وقوته كويسه من اول يوم. ده جهاز حديث؟ اه عندنا في الفرع ده، لان الفرع لسه مفتوح ما بقالوش كام يوم، يعني لو خرجت بره يا جماعه هتشوفوا المجال لسه ما اتفتحش. ده هنا اصدار 24، ده اول جهاز في مصر لسه ما فيش حد عنده نفس الجهاز، حتى احنا في فروعنا الثانيه عندنا نفس الجهاز بس الاصدار اللي قبله اصدار 23، لكن هنا اصدار 24، احدث جهاز ليزر موجود عالميا ولسه ما مش موجود في عيادات ثانيه في مصر، هو موجود عندنا بس اسمه كاديلا جنتل برويو. انا محظوظه اصلا. ايوه اي خدمه. طب ايه يعني ايه الفرق؟ بصي بقى هقول لك الفرق في ايه. اجهزه الليزر دي كتير، مش كل جهاز بيتقال لي عليه ان ده جهاز ليزر يبقى فعلا ليزر. في بعض الاماكن للاسف بتبتدي تعمل ترميد لاجهزه الليزر لمجرد ان هي ليزر، لكن انا الليزر الفعال بالنسبه لي اللي من اول جلسه اشوف نتيجه منه. وده اللي هيحصل معاكي وخليكي متابعه. وانا يا ستي انا مش تابع لوحدي، ده في ناس كتير هنا. اللي بيحصل بالظبط كالاتي، احنا هنعمل دلوقتي الجلسه، هتخرجي من عندي ما عندكيش ولا شعرين. بنعد ثلاث ايام بالظبط هتبتدي تلاقي الشعر بيطلع عادي كانك ما عملتيش ليزر. بتعدي من الثلاث ايام دول 15 يوم هتلاقي شعرك بيبتدي كل ده يقع لوحده. تعمليه كده يقع لوحده. ربنا يكرمك يا رب. بعد كده مش هتشوفي الشعر. جعفر انا وجعفر واحد والله. بعد كده مش هتشوفي فعلا شعر في وشك تاني. كان فكره اللي قالت لك الاول مش هتستخدمي ادوات الازاله، هو انت فعلا المفروض ما تستخدميش ادوات الازاله، بس وانا ما عنديش شعر، مش وانا عندي شعر وافضل قاعده بيه. لا طبعا مش فكره، بس اه الفكره في الجهاز اللي انت بتستعمليه. لو بتستخدمي جهاز كويس بكواليتي كويسه هتشوفي نتيجه من اول جلسه. انا حتى بيجي لي حالات في العياده تقول لي ده انا عامله بره مش عارفه 30 جلسه ومفيش نتيجه. يا بنتي انت اكيد مش بتعملي ليزر، من اول جلسه عندي النتيجه بتفرق، لان ده اللي بيفرق جهاز من جهاز. هنشوف ان اول جلسه وبعد 15 يوم هقول لهم الحقيقه. هم كده كده بيتابعوني. انا ساعات افتح لايف الصبح يا نشوى لازم تعملي كذا كذا، اقول لهم اعمل ايه طيب؟ مفيش وقت الفضايح دي صحيح. خلاص يا جماعه احنا هنقفل الفضايح دي، هنقفل باب الفضايح ده خالص. ايوه الجهاز بقى يعني بصوا الجهاز ده اللي منقذ في حياتنا دلوقتي. اه خلي بالكم اسمه كانديلا برو يو، عشان في انواع كتير من الكانديلا. الكانديلا برو يو ده احدث اجهزه واحسن اجهزه، يفضل دايما انك تستخدميها وبلاش تجري ورا العروض، ورا العروض الرخيصه، ورا اي حد بيقول لك ده ليزر. بلاش الحاجات دي عشان بجد والله بتصرفوا فلوس على الفاضي.
جاهزه انت؟ انا جاهزه. يلا بينا. هو مفيش شمس في العياده بس هي مصممه تلبس نظاره. انا هلبس النظاره. ده حلو قوي، ايه رايك؟ ده جامد قوي. ما ده في ثانيه وساقعه وحاجه اخر فل. ايوه والله مفيش اي حاجه. حلو، مفيش اي حاجه خالص. لا بصي، ده ما بيحصلش مع كل الاجهزه برضه عشان تكوني عارفه، عشان الناس تقول لك ليه ده انا بعمل ليزر وبتوجع. بتتوجعي عشان انت مش بتستخدمي جهاز كويس، مش عشان مش بتستخدمي جهاز حديث. صح. لكن انت بالنسبه لك لو جهاز كويس، جهاز حديث، مفيش وجع، تبريد قوي، مفيش غمقان، بالعكس الليزر بيفتح الجلد جدا وبيضيع جلد الوزده كمان، واهم حاجه من اول جلسه نتيجه بنسبه 90%. دي احلى حاجه. طب انا عندي هنا شايفه فيه، احس ان انا ماشي. دي بنحتاج نحقن لها بوتوكس، وده برده متوفر عندنا وعليه اوفر حلو جدا الفتره دي. بنحتاج نعمل له بنحقن الجزء ده بوتوكس، بيبتدي يفرد التجاعيد ويشد العضلات وبيخلي الشكل تحفه جدا يعني. طبعا عامله عليه اوفر انت. عاملين وعلى الفيلر كمان يا جماعه، الناس اللي عايز تعمل شفايفها، تعملي خدودك، تعملي تكسس، كل الحاجات دي متاحه. طب انا هبقى عندك على طول، خدي بالك. ما خلاص احنا اتفقنا النهارده لحد احتفال الجمعه قاعده معايا. طب حاجه ثانيه، انا طبعا عامله لك دوشه يعني وقلق وبتاع، بس والله انا شفت فيك كل يوم. ايوه انت جايه من سفر يعني، الواحد لازم يجي. خليتي بقى تقعد وديتي على فكره. معلش اتفضلي. وبعدين دفعه. وبعدين كمان انتي ما جبتيليش يوم المجانا من الجمعه. انا عشان كده بحاول اديكي كل الحاجات اللي كنت ممكن تاخديها من الجمعه مجانا. خلاص. طب الموضوع البطن بقى يعني الحاجات دي، بصي احنا عندنا جلسات تخسيس موضعي، يعني لو انت مثلا عندك بطن كبيره، عندك ارداف، عندك مش عارف دراعاتك، عندك لغدك، كل الحاجات دي ليها جلسات. تمام. وليها كمان حقن، وبتشوفي نتائج حلوه جدا منه. برده عمليات التجميل متاحه عندنا، بتقدري مثلا تعملي ترسمي جسمك زي ما انت عايزه مثلا، تنحفي وسطك. أيوة. كل الحاجات دي متاحه. كمان متاحه عندنا زراعه الشعر والحواجب. أيوة. الحاجات دي كلها متاحه. وزراعه الشعر موجود. طبعا. موجوده. طب حاجات تانية عشان ما انا بنسى، اروح انسى. فكريني فكريني في كل الحاجات. لا انا كده قلت كل الحاجات. ايوه بس انت مش هتعملي زراعه شعر. ده لا عادي. انت شعرك شعرك كويس، ما برضه لازم الناس لما تقرر تروح للاجراءات التجميليه او الحاجات اللي ليها علاقه بالعمليات لازم تكون فاهمه كويس قوي ان انا حالتي محتاجه ده. لكن انت مثلا عندك فراغات في شعرك نتيجه اهمالك، ونتيجه مثلا انك مش بتاخدي فيتامينز كويس، مش متابعه نفسك، فعندك فراغات في شعرك وتساقط، ده بنبتدي نعالجه بجلسات. نحقن بقى جلسات بلازما وجلسات ميزوثيرابي، نبتدي نعمل جلسات كويسه. كل ده متاح. كل ده متاح طبعا. حتى الجلسات اللي ليها علاقه بالنضاره، في ناس مثلا بتبقى وشها شاحب، عندها كلف اثر الحمل والولاده والحاجات دي كلها، كلنا كستات بنمر بالمراحل دي. ليه بقى عندنا تقشير؟ تقدري بقى تقشري، تشيلي البقع والتصبغات والكلف. شفتوا؟ خدوا بالكم، تعالوا قربوا بس يا بنات. انتوا شفتوا قبل؟ شفتوا بعض؟ في نتيجه مش هتبان في التصوير، بس هي انا شفتها. مفيش خالص، الحمد لله. الحمد لله. محدش هيتكلم معاكي تاني. لا لا، محدش هيروح على الصبح يا ناشفه، روحي اعملي حاجات. مفيش الكلام ده. شكرا قوي. تسلم ايدك. انا مش عارفه اشكرك ازاي على التعب اللي انا تعبتي معاه. والله لا خالص. تسلمي. انا هجنورك كتير، خدي بالك. انا عشان خلاص احنا حبينا بعض. متشكرة جدا يا حبيبتي، نورتي. باي باي بقى يا اولاد، واكتبوا لي بقى في الكومنتات قولوا لي وكده يعني، وروحوا عند الدكتوره ما شاء الله عليها عامله اوفر ببلاش يوم الجمعه، وانا جايه في اليوم اللي مفيش فيه الجمعه. طبعا نشوى بقى بما انها عندها تساقط، مش تساقط، فراغات. انا بحاول استر عليكي. ايوه خلاص مفيش خالص والله، هنا مفيش شعر خالص يعني، فهي هتعمل معجزه من المعجزات والله. ده لو طلعت، لو الزرعه دي نبتت. لا هتنبت ما تقلقيش ان شاء الله. متاكد هنعمل جلسه حقن ميزوثيرابي علشان تحفز البصيلات وتنشط البصيلات بتاعت الشعر، فيبتدي الشعر يتملي تاني، ما يبقاش فيه الفراغات اللي حاصله عندها دي، وكمان ما يبقاش فيه تساقط. طب دي بقى بتقعد كام جلسه؟ دي بقى بنحددها على حسب الجلسه، على حسب مشكله الشعر. انا ما كنشفه. لا انت كنشفه موضوع كبير الحمد لله. لسه بقى في تحاليل ولسه في حاجات كتير. انا هقعد هنا سنه. ما انتوا برضه يا جماعه ما تسيبوش نفسكم لما توصلوا لمرحله صعبه من كل حاجه، وبعدين هي اتصدمت لما شافت قالت لي انا فعلا اتصدمت يعني. ما انيميا 7، فيتامين دي اكيد هيبقى واقع، مخزون الحديد بتاعها هيبقى واقع، كل الحاجات دي مشاكل. انت حلوه. لا لا انت حلوه.